طلاب الحلوين، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. حبايبي، هاي إحنا اليوم بيوم جديد، بداية أسبوع جديد. نحن اليوم بيوم الأحد، تاريخنا لهذا اليوم 24 من شهر واحد سنة 2021. حبايبي، هل أنتم جاهزون للبدء بحصة الحساب الشيقة؟ هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا لنتعلم عن بعد بكل متعة وشغف. حبايب، اليوم إحنا مكملين في مبنى الأعداد، مش رح نبدأ بموضوع جديد، مكملين في مبنى الأعداد عشان نتمكن ونتدرب أكثر. اليوم أنا محضرت لكم أوراق عمل، اللي هي ثلاث أوراق عمل تعال نشوفها، اللي هي راح تكون معكم وظيفة لهذا اليوم. أنا بس أكبر الملف، هي ورقة العمل الأولى. طبعاً في البداية أنا بكتب اسمي على الخط، وأنا بصف الأول واحد أو صف الأول اثنين، بكتب بين القوسين إما رقم واحد الأول واحد أو الأول اثنين. حبايب، التمارين اللي معنا جداً سهلة، تحلينا ذهني كثير، وأنتم متمكنين في هذا المجال. تعالوا نتدرب ونتقوى كمان وكمان عشان نصير صواريخ الحساب. التمرين الأول حبايبي بطلب مني اكتبوا في كل بند أربعة تمارين مختلفة، انتبهوا إلى الفاصل. تمرين حلينا زيه كثير، اللي هو تمرين الصحيح والقسمان، في عنا تمرينين جمع، في عنا تمرينين طرح. بلفت نظركم إنه الصحيح بيكون في الجمع هو النتيجة، وهو العدد الكبير هو بيكون في النتيجة، وفي الطرح بيكون عندي الصحيح في البداية. أنا في الطرح ببدأ بالصحيح في البداية. وانتبهوا كمان شغلي بلفت نظرنا التمرين إنه موجود عندي فاصل، هذا الفاصل هو اللي بيفصل بين القسم الأول والقسم الثاني. على سبيل المثال بدي أحل فقط تمرين واحد يا قلمي، إذن أنا عندي قبل الفاصل اللي هو القسم الأول 10، وما بعد الفاصل عند القسم الثاني 4. جميل جدا، أصبح لدي التمرين 10 زائد 4 يساوي 14. التمرين الجمع الثاني أنا شو بدي أعمل؟ طبعا أنتم بدكم تحلوه، ولكن بلفت نظركم هاي العشرة كانت بعكا، وين دا تروح؟ دا تروح على حيفا. وهي الأربعة كانت بحيفا، وين دا تروح؟ دا تروح على عكا. وهكذا أنا ببدل القسمان. جميل جدا، في الطرح بدي أستخدم نفس القسمان إن هن 10 و4 وأحطهن في مكانهن المناسب. جميل جدا، أكمل هذا التمرين حبايبي على نفس النهج في القسم الثاني، في عند الصحيح هنا 19، وانتبهوا للفاصل. نفس الشيء القسم الثالث. أما القسم الرابع أحباب قلبي، مش معطي معاي الصحيح بهذا التمرين. المطلوب منكم أنتم أن تجدوا الصحيح العدد الكبير، وبعرف أنا وين بحطه في الجمع، انتبهوا وين أنا بحطه بالجمع، كمان انتبهوا وين أنا بحطه بالطرح، ولازم أعرف القسمان عن طريق الفاصل. الفاصل قسمني القسم الأول في جهة والقسم الثاني كمان بجهة. أنتقل الآن إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني في الصفحة الثانية في عندي تمارين جمع وتمارين طرح، كمان سهلات. انظروا جيدا، أحد القسمان في البند ألف هو 10، أحد القسمان في البند ألف هو 10. 10 زائد كم يساوي 13؟ 10 زائد كم يساوي 15؟ 10 زائد كم يساوي 20؟ أما في البند باء أحد القسمان هو مش معطي معاي، ولكن معطي معاي القسم الآخر، تمام، اللي هو راح يكون الآحاد في النتيجة. يعني إذا أنا بقول عندي 6 زائد، إذا أنا حطيت 10 رح يطلع عندي 16. العشرة اللي أنا رح أكتبها هون هي رح تكون العشرات، والست اللي هي معطية معي القسم الأول هي رح تكون آحاد لهذا العدد للنتيجة. جميل جدا، البند جيم نفس الشيء، ولكن عندي هنا تمارين طرح. النتيجة موجودة معي 10، ركزوا جيدا على كيف التمارين مقسمة. البند دال معطي معي الصحيح كمان في البداية لأنه عندي تمارين طرح، معطي معي كمان النتيجة اللي هي أحد القسمان، بضل علي أعرف القسم الثاني من الصحيح، تمام. أما البند ها فمعطي معي تمرين حلينا زيه في الكتاب، تمرين كمان سهل وسلس. أنا بعرف كيف، صرت أعرف كيف أقرأ التمرين من شكله، أعرف شو مطلوب مني. معطي معي 14، اللي التمرين اللي أنا موجودة فيه طرح، ف 14 هي راح تكون معي الصحيح أنا ببدأ فيها، وأنا بتبع الأسهم 14 ناقص 10، بكتب هون 14 ناقص 1،
14 ناقص 4، 14 ناقص 14، وهكذا حبايبي. الصفحة الأخيرة وهو تمرين ثلاث بحكي لي، طلعوا كيف الكلمات هون غامقة، أضيفوا، أضيفوا، ماذا نعني بأضيفوا؟ يعني زيدوا، صحيح جدا، أضيفوا أو امحوا، امحوا يعني شطبوا، احذفوا، نقصوا، اللي بدكم إياه. إذا أنا إما بضيف عن طريق إشارة زائد، جميل جدا، أو أنا بمحى عن طريق إشارة ناقص، رائع. إذا أضيفوا أو امحوا أغراضا في الرسمة، اكتبوا تمرينا ملائما وحلوا. البند ألف أنا دائما ببلش من جهة اليسار، البند ألف معطي معي 10 مربعات، 10 مربعات، وهي معطي معي أحد القسمان بحسب الرسمة، 10 زائد، لما أنا عندي زائد مباشرة أنا طوالي لازم أزيد، أنا لازم أضيف، أنا لازم أحط كمان. إذن 10 زائد، أنا جاء عبالي مثلا بختار فقط تمرين واحد، أنا جاء عبالي مثلا أرسم مربعين فقط، فصار عندي 10 معطية معي زائد اللي أنا رسمتهم، المربعات اللي أنا رسمتهم 2، والنتيجة راح تكون 10 زائد 2 = 12. أنا بجمعهن بحصيهن كلياتهن عشان يعطيني الصحيح أو المجموع الكلي أو النتيجة. البند ب معطي معي كمان 10 أشكال، ولكن انتبهوا جيدا، 10 هي في الأول. ليش؟ لأنه 10 هي الصحيح. إذن والتمرين مطلوب مني طرح ناقص، هل أنا بزيد ولا بطرح؟ أنا بطرح يعني بنقص يعني بشطب، لأنه ما عطي معي إشارة ناقص، أنا بشطب كداش بدي، بشطب 1، 2، 3، 7، 10 ولا إشي، أنا حرة شو بختار، وبنتبه لإجابتي تكون صحيحة. عندي كمان البند جيم، في عندي عدد من الدوائر. انتوا حبايبي بالبند جيم انتوا حرين، لكم حرية الاختيار في اما كتابة اشارة زائد فانا بزيد دوائر برسم دوائر، او الاشارة ناقص اني انا بشطب من هاي الدوائر الموجودة وبكتب التمرين كاملا مع النتيجة. كذلك الامر في البند دال، لدي هنا اشكال، لدي هنا اسماك، اما ازيد، حلو النوع، يعني اذا انا اخترت في البند جيم ان اكتب تمرين جمع، حلو اني انا اغير اكتب تمرين طرح، وهكذا اكتب التمرين كاملا مع النتيجة. والبند ها اخر تمرين في كل اوراق العمل، عندي كمان 10 ازهار، اما انا بحط اشارة زائد وبزيد ازهار وبكتب النتيجة، أو بكتب إشارة ناقص يصبح التمرين لدي تمرين طرح، وأحذف أو أنا أشطب أو أزيل كما طبعا أحب، كما أنا أختار، وبكتب التمرين وأجيب إجابة كذلك إجابة صحيحة. حبايبي إذن هاي أوراق العمل اللي هي مطلوبة معي، 3 أوراق عمل، أنا شايف إنها لذيذة وحلوة وحلينا زيها كثير ومتمكنين إحنا فيها. حبايبي لحد هون انتهت حصتنا لهذا اليوم، ألقاكم على خير بإذنه تعالى، أحبكم كثيرا كثيرا، وإلى اللقاء أحباب قلبي، الأول 1 والأول 2، إلى اللقاء.